كده شباب، شايفين الشاشة عندي؟ يا دكتور، تمام يا شباب، نرجع تاني. زي ما قلنا احنا كنا اتكلمنا في الأول عن المقدمة كده عن البلامنج سيستم وعرفنا المكونات بتاعته، وبعد كده اتكلمنا عن الديزاين بتاع السبلاي ووتر سيستم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الديزاين بتاع الويست ووتر سيستم أو عن الصرف بتاعي عموما. هنتكلم عن ديزاين فاكتورز للويست ووتر سيستم. اول حاجه هنتكلم عن حاجه اسمها الرين ووتر درينج او الصرف بتاع ميه المطر. في العاده احنا عندنا في مصر الاسطح بتبقى مستقيمه، طبعا بره احيانا بيعملوا البيوت او العماير بتاعتهم الاسطح بتاعتها مش مستويه، بيعملوها زي بلاطات كده واخده ميل، فما عندهمش مشكله في قصه المطر، ولو ان هم برضو بيعملوا القصص دي عشان برضو يحافظوا على السيستم بتاعهم او يحافظوا على الشوارع بتاعتهم، ما عندهمش فيها مشكله. احنا بالنسبه لنا بنعمل ايه لو انا عندي سطح مستوي؟ زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي قدامي ديت، لو انا عندي سطح مستوي ببتدي اعمل ميل في البلاطات بتاعه السطح نفسه او في البلاط بتاع السطح، بحيث ان اخلي كور للميه بتاعه السطح داخله هنا هو على نقطه واحده او على صرف واحد. الصرف ده بنسميه الدروه او بنسميه جريجوري. ده اللي بيلم كل الصرف بتاع المطر او بلاعه صرف المطر، بيبتدي يسحب كل ميه الصرف بتاع المطر وينزلها هنا هو على ماسوره واحده اللي هو عمود صرف المطر، اللي هو الاستاك اللي قدامي ديت، واخد الاستاك ديت في الاخر انزلها هنا على صرف في الشارع او بلاعه في الشارع زي ما يكون. طبعا هو مديني اشكال مختلفه لاشكال الاسطح، يعني بيقول لي لو كان السطح بتاعي مش شرط يبقى شكله مستطيل زي ده، انما ممكن يكون شكله واخد الشكل اللي هو حرف ال دوت، فبرضه هنعمل ايه؟ برضه كل البلاطات لازم كلها تبتدي تتقسم، ابتدي اقسمها مناطق، وكل منطقه زي ما احنا شايفين في شكل المثلثات ديت كلها ترمي على اتجاه واحد على نقطة واحدة اللي هي بلاعة صرف المطر ديت، وبعد كده كل صرف بتاع المطر ينزل في الاستاك او في عمود صرف المطر زي ما احنا شايفين. طبعا هو مديني اشكال مختلفة للاسطح، لو شكل طويل بالشكل دوت برضو نفس الكلام، لو شكل فيه تعويجات برضو بنفس القصة، ممكن سطح اعمل فيه صرفين للمطر لو السطح بتاعي كبير بالشكل اللي انا شايفه، فممكن عشان التقسيمة بتاعتي تبقى مظبوطة اعمل نفس القصة. طبعا الميل هو مدهوني بيقول السلوب بتاعي 1 لـ100 او من 3 من 10 لـ100، ده الميل بتاع اللي هعمله في البلاطات بتاعت السقف لو انا هعمل الجريجوري دوت او هعمل بلاعه الصرف اللي احنا بنتكلم عليها. في الحقيقه في الغالب يعني في مصر احنا مش بنعمل نقطه واحده، انما بنعمل حاجه اسمها المزراب، اللي هي زي ماسوره كده مفتوحه. الماسوره المفتوحه ديت طبعا بتبقى عليها زي شبكه، ببتدي اعمل كل البلاطه بتاعتي او كل البلاط بتاع السطح كله نازل في المنسوب لمنسوب واحد اللي هو المنسوب بتاع المزراب دوت او الجتر دوت، فتنزل كل الميه على الجتر دوت، وببقى انا مايل الجتر دوت بطريقه محدده لنقطه واحده برضه لغايه الماسوره اللي انا هنزل منها او لغايه العمود بتاع صرف ميه المطر، فتنزل كل الميه كلها في اتجاه واحد. ازاي اصمم العمود بتاع ميه صرف المطر دوت؟ في الحقيقه الموضوع بسيط جدا، قدامي الجدول اللي هو جدول 5-1 دوت. الجدول دوت بيديني ازاي احسب اقطار اعمده صرف المطر زي ما احنا شايفين، مديني ان في التو كولومز الاولانيين مديني قطر العمود اللي هو الستاك نفسها بالبوصه وبالملي، فعندي 3 بوصه 4 بوصه 5 بوصه وهكذا. التو او الاثنين كولومز التانيين اللي هم رقم 3 ورقم 4 بيديني كده بيقول لي دي اكبر مساحه بالسطح على عمود صرف المطر، فهو الموضوع بيتكلم بالنسبه له بالمساحه، يعني انا لو عندي سطح لغايه مثلا 399 متر مربع او قدم مربع، طبعا هو كاتبه تحت بالقدم ما بين القوسين اللي هم 4293 كاتب بالقدم المربع، بيقول لي والله لو انت السطح بتاعك لغايه 399 متر مربع تستخدم عمود صرف 3 بوصه. يعني انا ببساطه خالص هعمل مجرد ماسوره كده جوه المنور لغايه السطح بتاعي عباره عن 3 بوصه، وباجي بقى يا اما اعمل الميل في البلاطات بتاعتي بتاعت السطح انزلها كلها على نقطه واحده اللي هي البلاعه بتاعتي بتاعت المطر، يا اما ببساطه اعمل المزراب دوت يبقى كل السطح مايل ناحيه المزراب، واخد من المزراب دوت برضه مايله هو كمان ناحيه الستاج بتاعتي بتاعت المطر او عمود صرف المطر، وانزلهم كلها في الماسوره اللي هي الثلاثه بوصه دي. لو المساحه بتاعتي لغايه 707 او 857 متر مربع بستخدم ماسورة 4 بوصة وهكذا، يعني أنا الموضوع بالنسبة لي هي مساحة، أنا عارف المساحة قد إيه هقدر آخد بالمساحة ديت وأوصل للعمود بتاعي
بالقطر بتاعه. يبقى انا كده ببساطه خالص بحسب المساحه بتاعه السطح، بشوف المساحه بتاعه السطح، بطلع قدامها القطر بتاع عمود صرف المطر. الفكره بقى ازاي هتقسم السطح بتاعك، يتقسمه تعمل الميول اللي احنا شفناها ديت بالميل بتاعها وانزلها على نقطه واحده اللي هي بلاعه صرف المطر او الجريجوري دوت، او اعمل الجتر دوت وبرضه بميله في الاخر للعمود بتاع صرف المطر. قال لي كمان ممكن تعمل مواسير افقيه في دكتور قصه ال معلش بلازم حضرتك، اتفضل في اتفضل. حد بيحاول يخش من الجروب بعت ريكوست بس ما لسه ما اتقبلش، ممكن حضرتك تقبله بعد؟ معلش حاضر حاضر. شكرا. طيب تمام كده يا شباب. ممكن كمان ابقى انا حاطط كذا مزراب مثلا او كذا نقطه للجريجوري دوت وعايز اسحبهم كلهم على نقطه واحده، فبعمل مواسير افقيه. في الحقيقه بيقول لي برضه لو هتعمل مواسير افقيه لصرف المطر ليها نفس القصه برضه بالمساحه، فبيقول لي كده هو خد بالك التو كولومز الاولانيين بيديني فيهم القطر بتاع الماسوره نفس الكلام، بس قال لي خد بالك ان الماسوره الافقيه لازم هي كمان هتميل، فهتميل قد ايه؟ مديني فوق كده هو قدام قطر الماسوره 10 و4 من 10 اللي هو 1 ل 8 او 20 و8 من 10 او 41 و6 من 10. ده الميل بالملي اللي فوق دوت بالملي لكل متر، وتحت اللي هو ما بين القوسين دوت بالبوصه لكل قدم، يعني كل ما امشي كل قدم انزل كام بوصه، هو ده الهدف. يبقى انا عرفت كده هو لو انا مشيت مثلا كل متر لازم انزل، لو انا في الكولوم الاولاني دوت هنزل 10 و4 من 10 ملي متر. طيب على حسب المساحه بقى اخش جوه، لو انا المساحه بتاعتي لغايه 204 متر مربع او 2192 قدم مربع هستخدم ماسوره 3 بوصه. ده كله في المواسير الافقيه. لو انا احتجت في المواسير بتاعت صرف المطر اعمل ماسوره افقيه، وفي الغالب ده مش بيحصل كتير، انا بعمل زي ما قلت الميول ديت وبنزل بيها في الاخر على الستاك دي او على عمود صرف واحده. لو انا المساحه بتاعتي ب 466 متر مربع اقدر استخدم ماسوره 4 بوصه. وخد بالك ان انا دلوقتي شغال في الميل اللي هو 10 و4 من 10 ملي لكل متر. لو انت اشتغلت في الميل الاكبر اللي هو 20 و8 من 10 فهتلاقي لغايه المساحه 287 متر مربع اقدر اشتغل بالثلاثه بوصه. لو اشتغلت بالميل القليل هلاقي نفسي لا، المساحه ل 4 اقدر اشتغل بالثلاثه بوصه، انما اكتر من 204 لازم اضطر اروح اشتري ماسوره 4 بوصه. فالفكره كلها في الميل، الميل ده بيصرف تصريفات اكبر طبعا. يبقى حتى الجدول اللي فات لما كنا بنتكلم على المساحات قدام المساحات ديت مديني الفلو ريت اللي هيمشي جوه الماسوره دي شكله ايه. خلاص يبقى لو انا عندي ماسوره افقيه اهوت في السطح بتاع او في الصرف بتاع المطر بتاعي، اتعلمت ازاي احسب القطر بتاعها والميل بتاعها بالنسبه لي. وزي ما قلنا من الاول اساسا الصرف بتصمم ان هو شغال اندر جرافيتي او بيمشي او المايه فيه بتمشي فيه اندر جرافيتي او تحت الوزن بتاعها، فبالتالي اي مواسير افقيه لازم هيكون ليها ميل، يعني لازم هكون مميلها بميل معين عشان تبتدي ترمي على الاستاك بتاعتي. الاستاك بتاعتي طبعا ما فيهاش مشكله، المواسير كلها نازله لها والاستاك اساسا راسيه فبتنزل فيها المايه ما عنديش مشكله. الحاجه الاخيره بيقول لي كمان لو انت هتعمل الجتر دوت او المزراب مديني شكل القطر، طبعا ده شكل المزراب اللي احنا بنحطه في السقف بتاعنا او في السطح بتاعنا بيبقى ليه شبكه عشان لو في اي مخلفات ولا حاجه ما تنزلش في الصرف وتسدهولي. بيديني كمان القطر برضو بتاع المزراب دوت بالبوصه بنفس الكلام، ومديني اكبر مساحه، بيديني اكبر مساحه ممكن اخدمها عن طريق المزراب ده. فبيقول لي كده هوت لو المساحه بتاعتي بالمتر المربع 42 متر مربع اقدر استخدم مزراب 3 بوصه، لو المساحه بتاعتي لغايه 89 متر مربع اقدر استخدم مزراب 4 بوصه، لو المساحه بتاعتي لغايه 155 متر مربع اقدر استخدم مزراب 5 بوصه وهكذا. يبقى انا كمان عرفت لو هعمل مزراب المزراب نفسه يبقى شكله قد ايه، وكمان مديني الميل بتاع المزراب زي ما انتم شايفين كده اهو. هو بيقول لي الميل بتاعي بيكون 5.2 ملي لكل متر، يبقى ده الميل بتاع المزراب بتاعي، او اللي هو واحد لكل 16 اللي هو بوصه لكل قدم، يعني انزل واحد بوصه كل ما امشي بالطول قدم واحده. ومديني قدام الكولوم دوت كمان مديني كمان الفلو ريت اللي هو التصرف الناتج باللتر للدقيقه اللي هو كذا لتر في الدقيقه هيمشوا جوه الجتر ده او جوه المزراب ده.
يبقى ده ببساطة خالص طريقة إن أنا أحسب صرف المطر. الموضوع بسيط خالص، هو عبارة عن مساحة بتحولها لأقطار وباخد الأقطار ديت على الستاك. زي ما قلت الفكرة فيها كلها إن أنا بتكلم على الميول بتاعة السقف. لو أنا هميلها كلها للمزراب، لو أنا هحط مزراب ما عنديش مشكلة، لو أنت هتميل الميول كلها البلاعة واحدة أو الجريجوري دوت يبقى برضه أنا ما عنديش مشكلة، هميل البلاطات كلها زي ما احنا شفنا في الصور لغاية لما انزل برضو للبلاعة واحدة، وانزل في الاخر الستاك عن طريق المساحة اقدر اعرف الستاك قطرها قد ايه. بعد كده لو اتكلمنا عن الويست ووتر درينج، انا بتكلم عن حاجتين او عن ماسورتين. ماسورة منهم اللي هي الويست ووتر او الويست ستاك، اللي احنا قلنا بتاخد الصرف بتاع الارضية وبتاخد صرف الاحواض اللي هو احواض الوش واحواض المطبخ، بتاخد صرف الغسالات الاوتوماتيك، كل الصرف اللي فيه ميه ده كله بينزل على الويست العادي. اي صرف تاني، صرف قاعده، صرف مبوله، ده بينزل كله على حاجه اسمها السويل ستاك او اللي هم بيسموها كده بالعربي ماسوره العمل. يبقى انا بتكلم على ماسورتين، يا اما ماسوره صرف عاديه اللي هي بتاعت الميه وصرف الاحواض والكلام ده والبانيو وكل الكلام ده بيتصرف على حاجه واحده اللي هي الويست. النوع التاني اللي هو السويل بصرفه على حاجه تانيه اللي هي بنسميها السويل ستاك. الاثنين دول هتكلم عليهم بنفس الطريقه بالظبط، ما فيهمش اي اختلاف، الاثنين ليهم نفس الكلام. في طريقه بيقول لي كده ان انا ممكن احسبها ببساطه خالص بنفس طريقه صرف المطر، اللي هو عندي مساحه اقدر اخد قدام المساحه ديت قطر واشتغل بيه زي الجداول اللي احنا شفناه. وفي طريقه تانية بيقول لي لا، انا بتعامل بطريقه بنسميها الفيكشر يونت زي الطريقه بتاعه السبلاي، وهي دي الاكثر المستخدمه في الديزاين لو احنا بنتكلم على مبنى كبير. لا، بستخدم الطريقه اللي هي بتاعت الفيكشر يونت. بستخدمها ازاي؟ هي نفس القصه، انا برسم بس شكل الدرين بتاعي، الصرف كله بتاع الاحواض بلمه كله على بعض في ماسوره واحده وارجعها في الاخر على الويست ستاك، وبنفس الطريقه الصرف بتاع القاعده او مبوله برضو بلمهم وادخلهم من هوت على السويل ستاك. كل اللي انا بعمله بعد ما برسم الرسمه بتاعتي لشكل المواسير اللي انا هطلع بيها الصرف بتاعي، بروح انهوت للجداول اللي هو نفس الجدول اللي احنا شفناه المره اللي فاتت اللي هو الفيكشر يونتس. الجدول ده بيجي يقول لي كمان الدرينج بتاعي ليه فيكشر يونت هو كمان، وليه مينيمم سايز للتراب. خدوا بالكم احنا كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها التراب اللي هي بتمنع رجوع الغازات مره تاني للاجهزه بتاعتي او للمبنى بتاعي. فانا بتكلم ان هو لو انا بتكلم مثلا على اي حاجه وليكن كيتشن سينك مثلا، فبيقول لي ان الكيتشن سينك دوت الصرف بتاعه او يعمل لي فيكشر يونتس باتنين، والصرف بتاعه المينيمم باتنين انش او باتنين بوصه. يبقى انا واخد الصرف بتاعي باتنين بوصه او اللي هو التراب بتاعتي، واخد كمان الفيكشر يونت بتاعتي باتنين. يبقى انا هاجي على كل ماسوره هكتب الفيكشر يونت بتاعها. طبعا الجدول مكمل مديني كل الانواع بتاعت الاجهزه الصحيه اللي انا ممكن استخدمها. يبقى هنقول كده اول خطوه ان انا برسم مخطط كده او شكل للمواسير او للمواسير الصرف من كل الاجهزه. زي ما قلنا الأجهزة العادية اللي هي الأحواض والفلور درين والكلام ده والغسالات وكل الكلام ده، هاخد الصرف بتاعها هلمه كله على بعضه وأطلعه على حاجة اسمها الويست ستاك، والصرف بتاع المبولة والقاعدة هطلعهم على السويل ستاك. هاجي على كل جهاز هحط الفيكشر يونتس بتاعته من الجدول اللي قدامي ده اللي هو 14/4، ومن الجدول 14/4 ده بعد ما تخلص وتعمل على كل ماسورة الفيكشر يونتس وتجمع في الاخر الفيكشر يونتس على التوتال يعني المواسير المجمعه لكل الصرف دوت، هقدر اخش في جدول تاني هيقول لي اقطار المواسير ديت قد ايه ببساطه خالص. فالجدول اللي قدامي دوت اللي هو 14 13 دوت بيديني حاجتين، بيقول لي لو الماسوره بتاعتي افقيه ايا كان عدد الفيكشر يونتس بتاعها يديني البايب دايمتر في الكولوم الاولاني اللي هو على الشمال دوت زي ما احنا شايفين كده دوت. يعني هو مديني البايب دايمتر بالانش بواحد وربع انش، واحد ونص انش، 2 انش، 2.5 انش، وهكذا. لو انا بتكلم على ماسوره افقيه، خد بالك ان لو عندي مثلا عدد فيكشرز، انا جمعت مثلا صرف حوض مطبخ مع صرف حوض حمام فطلعوا في الاخر بسته، فاروح للسته دوت هلاقي ان قطر الماسوره الافقيه هيبقى ب2 بوصه. ده ببساطه خالص. الكولوم الثاني او الثالث اللي احنا شايفينه اللي انا بشاور عليه ده بيقول لي ذا وان ستاك اوف 3 ستوريز ان هاي اور 3 انترفلز اور ليس. يعني لو عندي مبنى ثلاث ادوار او اقل من كده هشتغل بالكولوم ده. هتشتغل بيه ازاي؟ خد بالك ده بيتكلم عن الستاك مش مواسير افقيه. يبقى انا بتكلم على الماسوره العموميه اللي هي طالعه راسي اللي هي هتلم الصرف، سواء زي ما قلت كان الصرف دوت كان سويل ستاك او ويست ستاك ايا كان فيهم.
لو انا عندي 3 ادوار او اقل هتروح للعمود دوت، هتشوف كده ببساطه عدد الفيكشر يونتس في ال3 ادوار. طبعا انا واخد برانشات من ال3 ادوار، البرانشات ديت افقيه، خلاص عرفت الاقطار الافقيه. في الاخر بقى التوتال بتاع الثلاثه مع بعض، لو الثلاثه مع بعض مثلا التوتال بتاعهم 20، لو انا ال20 دي قدامي اهي، هخش كده اهوت قدامها، هلاقي ان الصرف بتاعي او الاستاج بتاعتي هتبقى ب2.5 بوصه. طب لو كان اكتر من 3 ادوار، لا اكتر من 3 ادوار بيقول لي لا، هتخش بقى ان اهوت على الكولومز اللي هم اللي انا بشاور عليهم دول دلوقتي، اللي هم مكتوب عليهم مور ذان 3 برانش انترفالز. في واحده فيهم التوتال فور ستاك، يعني التوتال بتاع ال10 ادوار على بعض بكام، والتوتال لكل وان ستوري، يعني كل دور فيهم بيطلع توتال قد ايه. انا هفترض ان كل مثلا دور بيطلع لي توتال 6، والتوتال في ال10 ادوار ب60، يبقى انا هاخد ان هوت عند ال 72، يبقى هاخد التوتال بتاع الستاك اهو، التوتال بتاع الستاك 72، لازم احقق الاثنين مع بعض، يعني لازم احقق التوتال بتاع الوان ستوري مع التوتال بتاع الوان ستاك، واجي اخش بيه كده اهوت، هلاقي ان الصرف في الاخر هيطلع ب3 بوصه وهكذا. يبقى انا كده ببساطه عرفت بعدد الفيكشر يونتس. يبقى في الاول برسم المخطط، بعد ما رسمت المخطط باجي اكتب على كل ماسوره فيهم عدد الفيكشر يونتس بتاعتها على حسب الجهاز اللي انا حاطه. لو حاطط مثلا قاعده، ادي شكل القاعده الووتر كلوزت، احنا اتفقنا ان انا عندي نوعين، حاجه اسمها تانك اوبريتد او حاجه اسمها الفلاش تانك او حاجه اسمها فلاش فالف، فهو كاتب لي الاثنين. لو انا بتكلم مثلا على فلاش تانك اللي هو العادي اللي احنا بنستخدمه، وبصيت كده اهوت في الاخر الاقي عدد الفيكشر يونتس بتاعته ب4، لو فالف اوبريتد او فلاش فالف الفيكشر يونتس بتاعته ب6. فهاجي اجمع زي ما قلت على الماسوره بتاعتي عدد الفيكشر يونتس، طبعا الماسوره اللي مجمعه صرفين هجمع الصرفين او الفيكشر يونتس بتاعت الصرفين مع بعض، واجي هنا اهوت على الجدول اللي هو 14 13 المواسير الهوريزونتال، هاجي اخش في الكولوم دوت اطلع الاقطار بتاعتها. لسه احنا خدوا بالكم ما اتكلمناش على الميول بتاعت المواسير دي. وبعد كده لو المبنى بتاعي 3 ادوار او اقل، هخش في الكولوم اللي هو الثالث دوت، اقدر اعرف برضو القطر بتاع الستاك نفسها قد ايه. لو المبنى بتاعي اكبر من ال3 ادوار او 3 برانشات موجودين على الصرف بتاعي، اقدر اخش في الكولوم الرابع والخامس، لازم احقق التوتال بتاع الستاك بالكامل مع التوتال بتاع الوان برانش، يعني الدور الواحد فيه توتال قد ايه. يبقى حققت الاثنين مع بعض، اخش اجيب البايب دايمتر بتاعي بقد ايه. طيب الميل بقى، المواسير الافقيه، انا عندي ماسوره افقيه هتميل قد ايه؟ فقال لي في الصراحه في ميلين، واحد فيهم للمواسير لغايه 3.5 بوصه او اقل، يعني من اول 1 بوصه، 1.5 بوصه، 2 بوصه، 2.5 بوصه لغايه 3.5 بوصه، الميل بتاعي هيبقى ربع بوصه لكل فت او لكل قدم. يبقى بالتالي طول ما انا ماشي في السقف بتاعي او في الارضيه بتاعتي بالماسوره الصرف الافقيه، هبقى ماشي بميل بالماسوره ديت ربع بوصه لكل فت. المواسير الاكبر من 3.5 بوصه، طبعا اكبر من 3.5 بوصه الماسوره اساسا كبيره ماشيه صرف كبير يعني، فالميل بتاعها بيبقى طمن لغايه ربع بوصه لكل فت. ده الميلين اللي هم بتكلم عليهم للمواسير بتاعتي. يبقى انا بتكلم على مواسير اقل من 3.5 بوصه عرفت الميل بتاعها، اكبر من 3.5 بوصه عرفت الميل بتاعها. وطبعا المواسير سواء كانت افقيه او راسيه اللي هي الستاكس، انا برضو عرفت الاقطار بتاعتها والميول بتاعتها شكلها عامل ازاي. طيب الحاجه اللي بعد كده، احنا كنا اتكلمنا عن الفنت وقلنا كده اهوت ان انا في عندي فنت المفروض بوصله، بطلع على حاجه اسمها ماسوره التهويه او الصرف بتاع التهويه، برضو ليه اقطار، فبرضو بنفس القصه بعدد الفيكشر يونتس بتاعتي بروح ان هو سواء كانت سويل ستاك او ويست ستاك بالمقاس بتاعها، واقدر اخش ان هو للجدول دوت اقدر اعرف الصرف بتاعي هيبقى قد ايه او كام بوصه. طبعا هو مديني حاجتين، مديني اول حاجه مديني القطر بتاعي والمسافه اللي هتمشيها الماسوره نفسها، يعني الفنت نفسه هيمشي مسافه قد ايه. اللي جوه الجدول دوت دي عباره عن مسافات اطوال، يبقى انا عرفت كده لو انا ماشي بالصرف او بالفنت دوت مسافه مثلا 400 قدم، فيبقى ال 400 قدم دوت اقدر اخد ال 3 بوصه. خلاص؟ لو جيت ان هو مثلا مشيت اكتر من 400 قدم اهو عند ال 1000 بوصه وهكذا. خلاص؟ عند 1000 قدم اقدر اخد ال 4 بوصه. يبقى انا بالنسبه لي برضه عن طريق الفيكشر يونتس وعن طريق السايز بتاع الويست او السويل ستاك اقدر اخش في الجدول، يعني الثلاثه مثلا عندي ماسوره 3 بوص اقدر اخش بيها كده اهوت، اشوف انا همشي بالماسوره بتاعتي طول قد ايه، 30 فت ولا 100 فت ولا 200 ولا 600.
على حسب الطول بتاعك اللي هتمشيه بتختار القطر بتاع الماسوره بتاعتي، وباخد يبقى انا كده عرفت قطر ماسوره التهويه هي كمان هتطلع قد ايه. طيب بعد ما نزلت بالصرف بقى من المبنى بالكامل، يعني طلعت خلاص من المبنى، نزلت كل الصرف من المبنى دوت وطلعت بره المبنى، هتطلع بماسوره افقيه عشان اصرف في الاخر على البلاعه بتاعت العمومي او البلاعه بتاعت الشارع او البلاعه بتاعت الحكومه، هطلع بيها قد ايه؟ فهطلع قد ايه البايب دايمتر نشوفه كده هوت، فهلاقي بنفس القصه بعدد الفيكشر يونتس، يعني انا جمعت المبنى كله بكل الادوار بتاعته وطلعتهم في الاخر في الستاك، طب الماسوره الافقيه هتبقى قد ايه والسلوب بتاعها هيبقى قد ايه عن طريق الجدول اللي قدامي ده. فالجدول اللي قدامي بيديني برضو الفيكشر يونتس برضو بعدد المواسير او بالبايب دايمتر، يعني مثلا هقول ان كان التوتال كان 1400 اهو ال 1400، فممكن اخد ال 1400 دوت هاخد ماسوره افقيه 8 بوصه، بس الميل بتاعها هيبقى بواحد على 16، يعني 1 انش لكل 16 فيت. طيب لو انا ب 1400 بس انا عايز ميل اقل شويه، مش هقدر اميل كل الميل ده، فعندي ممكن لغايه ال 1600 اخد برضو ماسوره 8 بوصه، بس الميل بتاعها هيبقى واحد لكل 8 فيت، يعني 1 انش لكل 8 فيت. لو انا عايز اكتر شويه، خد بالك كل ما امشي كده هوت كل ما الميل بتاعي بيزيد. خلاص؟ طيب انا على حسب الميل بتاعي بقدر اختار القطر بتاع الماسوره بعدد الفيكشر يونتس زي ما قلنا. الكلام دوت للصرف الافقي اللي انا واخده من المبنى العمومي، يعني في الاخر كده هو بعد ما انزل بالستاكس بتاعتي باخد ماسوره واحده عموميه بطلع بيها بره المبنى عشان اوصلها في الاخر للبلاعه بتاعت الحكومه او البلاعه الخارجيه للمبنى بتاعي. طيب دي انواع الفنت ببساطه، في منها كذا نوع عشان بس نبقى خلصنا موضوع الفنت تماما او خلصنا موضوع الصرف تماما. شكل الفنت باخد فيه نوع بنسميه الويت، ده كله كل الفكره ان انا باخد فيه مواسير من اللي هي بتاعت الفنت بمشيها كده هوت من كل سكه من السنك مثلا من اللافاتوري، وباخد المواسير بتاعت الفنت ديت بطلع بيها في الاخر على فنت ستاك او ستاك فنت، يعني في الاخر بوصل ان هوت لنفس الستاك بتاعت العاديه. لو انا عندي ويست ستاك عاديه دي ماشي فيها ميه، بكمل بيها في الاخر لغايه فوق بسميها ستاك فينت، يعني هي الستاك نفسها هي اللي هتعمل لي الفينت، مش بعمل ماسوره مختصه بيها لوحدها. يبقى انا بوصل كل الفينت بتاعي بوصله لفوق خالص بعض الادوار بتاعتي واطلعه في الاخر ان هو على حاجه اسمها ستاك فينت، هي الستاك نفسها هي تشتغل كفينت. في نوع تاني اللي بسميه السيركت فينت اللي هو النوع التاني دوت، باجي اخد كل الاجهزه اللي في الدور بتاعي ابعد جهاز فيهم او ابعد جهاز في البرانش بتاعي، باخد من بعد ما الجهاز ده يصرف في النقطه اللي بعد الصرف بتاع الجهاز الاخراني ده، وبروح واخد منه وطالع هي صرف واحد هي ماسوره واحده، وبطلع بيها على حاجه اسمها ستاك فينت خلاص او فينت ستاك. يبقى دي ماسوره لوحدها مختصه بالفينت، ملهاش علاقه ولا بالسويل ولا بالويست ستاك، دي ماسوره لوحدها للتهويه ملهاش علاقه خالص بالسويل ستاك ولا الويست ستاك. يبقى انا باخد من اخر جهاز ان هو بطلع بيه هنا اهوت بماسوره واحده للفنت، بطلع بيها في الاخر بعمود واحد اللي هو عمود التهويه، ده بيبقى قايم بذاته او لوحده. يبقى انا كده استخدمت ثلاث مواسير، واحده للسويل، واحده للويست، واحده في الاخر للفنت. في نوع ثالث اللي هو بنسميه كده اهوت اللوب، اللوب دوت برضو بعمل نفس القصه، باخد من اخر جهاز هنا اهوت من اول الصرف بتاعه او من بعد ما يصرف الجهاز دوت، بروح واخد الفنت بتاعي وبروح مطلعه على في الاخر على ستاك فينت، اللي هي بيبقى عندي ستاك عاديه خالص وبطلع فيها او بكمل بيها في الاخر عشان هي اللي تعمل لي الفينت بتاعتي. دي الانواع ببساطه خالص بتاعت الفينت ستاك اللي انا بتعامل بيه. طبعا الهدف في الاخر ان انا ادخل هوا بس في الشبكه. ايه يا باشمهندس؟ بعد اذنك انا مش فاهم الرسمات دي. الرسمات دي ببساطة أنواع من الفنت، هي كل الفكرة إن أنا عايز أوصل ماسورة تهوية، عايز أوصل الهواء للشبكة بتاعتي. هتوصله إزاي؟ في طريقة إن أنا آجي على كل صرف بطلع منه ماسورة تهوية اللي هو الويت دوت، مش بعمل، خلينا بس نتكلم إن أنا مش بيبقى عندي فنت ستاك لوحدها، إنما كل الفكرة إن أنا باخد مواسير فنت من كل الصرف بتاعي اللي أنا مطلعه دوت وبطلعه في الآخر على الستاك نفسها، الستاك اللي هي بتاعت الويست ستاك وليكن، وبطلع بمد الويست ستاك دي فوق المبنى كمان. ده دي طريقه. في طريقه تانية بيقول لي لا انا هعمل ماسوره تهويه لوحدها، هاجي هنا اهوت على اخر جهاز في الشبكه هطلع منه طبعا من كل دور عشان بس نبقى فاهمين القصه، انا كده بتكلم على دور واحد.
من كل دور هاخد اخر جهاز في الفرع بتاعتي او في البرانش بتاعي من اخر جهاز او من ابعد جهاز هاخد ان هو ماسوره تهويه واحده واطلع بيها على فينت ستاك كامله لوحدها. يبقى انا عامل ماسوره كامله للفينت لوحدها ملهاش علاقه ولا بالويست ستاك ولا بالسويل ستاك. النوع الثالث بيقول لي لا انا هشتغل على الستاك العاديه اللي هي السويل او الويست ستاك، بس هاخد برضو ماسوره واحده من اخر الشبكه زي ما احنا شايفين نقطة او من اخر جهاز واخدها كده قطعه مديها في الاخر لغايه الستاك فينت ديت. ادي كل الطريقه ببساطه، هي كل الفكره انك بتوصل بس الصرف بتاعك يا اما من نقطه واحده يا اما من كذا نقطه. فالطريقه الاولانيه اللي هي الويت، الويت دوت يعني الماسوره نفسها مبلله، الماسوره نفسها ما هياش ماسوره فينت لوحدها، هي ويست ستاك او سويل ستاك عاديه بس انا بمدها في الاخر هي نفسها اللي تعمل لي الفينت. فباخد من كل صرف من كل جهاز وبمدهم كلهم وبوصلهم كلهم على بعض وبطلع في الاخر على الستاك بتاعتي عادي خالص عشان تعمل لي الفينت من فوق خالص، او باجي اخد من اخر جهاز في الشبكه من كل دور واصله واحده زي ما احنا شايفين كده اهوت وبطلع على ويست ستاك لوحدها على سوري على فينت ستاك لوحدها. يبقى انا عامل ستاك للفينت لوحدها. النوع الثالث اللي هو اللوب، باجي اخد من اخر جهاز في الشبكه بنفس الطريقه اللي هي بتاعه دي، بس بدل ما باخده على ويست على فينت ستاك لوحدها برجع اخده على سويل ستاك او ويست ستاك بنفس الطريقه خلاص على نفس الماسوره اللي هي بتاعه الستاك العاديه. طيب في شويه بقى اللي هو الديزاين ستيبس هنعمل ايه برضو من الاول. بنقول كده اهوت ان انا هبتدي ارسم زي ما قلنا مخطط كده اهوت لشكل المواسير. فانا هبتدي اخد من المبنى، هعمل سويل بايب او سويل ستاك وويست ستاك وفينت ستاك للمبنى او لكل اوضه لوحدها او لكل باث روم لوحدها، وفي الاخر برضو المبنى ليه نفس الطريقه. يبقى انا هصمم كده اهوت في الاول ان انا هاخد مواسير كل الصرف بتاع الاحواض وكل الصرف بتاع الحاجات اللي فيها ميه والفلور درين ده كله متجمع على بعضه بماسوره واحده بطلعها على حاجه اسمها الويست بايب، والصرف بتاع القعده والمبوله باخده كله برضو على صرف لوحده بسميه السويل بنفس الطريقه واطلع بالفنت زي ما اتفقنا. بعد كده هعمل كده اهوت في الاخر بيقول لي كده اهوت provide one waste pipe and vent pipe for kitchen on each floor. يبقى برضه هعمل waste pipe. هو الاول كان بيتكلم عن السويل بعد كده بيتكلم عن الويست، ده بيتكلم عن الكيتشن والصرف العادي. بعد كده بيقول لي هتحسب الفيكتشر يونتس، الخطوات اللي احنا قلناها ببساطه هحسب الفيكتشر يونتس من الجدول 14/4 لكل الاجهزه ايا كانت. بعد كده طب برضه من نفس الجدول هحدد السايز بتاع التراب بتاعتي، كل جهاز من الاجهزه الصحيه بيبقى ليه تراب محطوط الكلام دوت في الجدول اللي هو 14/4. بعد كده بيقول لي من الجدول 14/13 هتقدر تحدد السايز بتاع السويل او الويست ستاك زي ما انت عايز، او حتى لو كانت ماسوره هوريزونتال ماشيه عندك في الارضيه برضه هتقدر تحدد منها السايز بتاعها. بعد كده من الجدول 14/12 هقدر احدد السايز بتاع الفنت، يبقى قدرت اعرف كمان السايز بتاع الفنت بايب ديت قد ايه. هقدر ارسم بقى التفاصيل بتاعت الدرينج سيستم زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت في المواسير ديت في المواسير الافقيه. لما باجي اخش على ماسوره راسيه زي ما قلت مش بدخل كده افقي، انما بعمل ميل معين اللي هو بزاويه 45 عشان اقدر انزل او الصرف بتاعي يجري مره واحده ينزل في الستاك. هو ده المقصود بان انا ارسم التفاصيل بتاعه الكلام ده. في طبعا شويه ريكويرمنتس ثانيه زي ان هو بيقول لي ان الووتر كلوزت لازم هيبقى فيه 2 انش فنت، اقل فنت فيه 2 انش او 2 بوصه. بيقول لي الفنتس من الاجهزه المختلفه على الاقل بيبقى اكترها 1.25 بوصه. خدوا بالكم ان الكلام ده الناس اللي هم السباكين اللي بيشتغلوا في الصرف والكلام ده بيبقوا عارفين المقاسات دي كده، هم حافظينها. يعني هو عارف ان الحمام هيطلع بشكل الفنت بتاعه قد كده، الاجهزه العاديه هتطلع الفنت بتاعها شكل كده. بيقول لي الكونكشن بتاع المواسير لما اجي اغير الزاويه او بطلع بيها بغير اتجاه بطلع بزاويه 45 درجه اللي هي الافقيه ديت. كلين اوت زي ما قلنا بيبقى في عندي حاجه اسمها طب التسليك، لازم تكون طب التسليك على الاقل في المواسير الافقيه كل 50 فيت. كل ما امشي 50 فيت ماسوره افقيه لازم احط كلين اوت عشان اقدر اعمل عمليه التسليك. وفي نهاية كل ستاك في البوتوم بتاع كل ستاك لازم احط كلين اوت، برضو دي شفناها المرة اللي فاتت. يبقى كل ماسورة رأسية في اخرها لازم احط كلين اوت. الفنت ستاك ايا كانت هي فنت لوحدها او كانت السويل ستاك او الويست ستاك هو اللي انا مشغلهم على انهم فنت، لازم اطلع بالماسورة ديت على الاقل 5 قدم فوق السطح بتاعي
بحيث ان اصرف كل الغازات اللي ليها روائح مش كويسه بعيد عن المبنى بتاعي. يبقى هي دي بس الاشتراطات. لو بصينا كده سريعا على اللي احنا راجعنا عليه او على اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، هتعرف شكل المواسير شكلها عامل ازاي. كل الاشتراطات دي احنا قلناها المره اللي فاتت، ما فيهاش مشكله. موضوع ال 45 درجه ده لما بغير اتجاه، يعني انا ماشي افقي وهخش خلاص على الستاك، لازم اخش بالزاويه ديت عشان يقدر الفلو بتاعي يجري، ما عنديش مشكله. طبعا السباكين عارفين الكلام ده، ما عندهمش مشكله في ان هم يعملوا الكلام ده من غير اي تفاصيل احنا بنقولها، هم فاهمين كل الكلام ده بيعملوه لوحدهم طبعا. حد عنده اسئله يا شباب في الكلام ده؟ شباب حد عنده اسئله في الكلام ده؟ دكتور معلش معلش سؤال بس، انا كنت بلكتشر دي ازاي؟ هو ايه تاني؟ يعني الامتحان بتاع الماده بيبقى نظري ولا بيبقى مسائل زي الشيت؟ هيبقى مسائل زي الشيت يا باشمهندس، بس هيبقى فيه برضه نظري عشان برضه تبقوا مجمعين الدنيا. هيبقى فيه نظري من الكلام اللي احنا بنقوله دوت، ممكن يجي بقى نظري بأي شكل أيا كان، ممكن يكون سؤال مباشر، ممكن يكون حاجة مثلا نحطها صح وغلط، ممكن حاجة تشوز، ممكن يعني مش حاطين لسه في دماغنا الامتحان هيبقى شكله عامل ازاي، بس أكيد هيبقى فيه مسائل من اللي انتوا بتاخدوها في السكشن يعني. تمام شكرا يا دكتور. لا حد عايز يسأل حاجة تاني يا شباب؟ ايه يا باشمهندس حد عايز يسأل حاجة تاني؟ طيب احنا كده خلصنا ان شاء الله النهاردة المحاضرة. المحاضرة كانت بسيطة. انا مش عارف هشوف الباشمهندس عمل ايه بالظبط معاكم في السكشن. لو كان خلص الشيت بالكامل، مش عايز كنتوا برضو يعني تحاولوا وتفكروا بنفسكم، نخلي برضو الباشمهندس يحل معاكم بالظبط الشيت بالكامل. بعد كده هينزل لكم شيت ان شاء الله على موضوع الدرينج دوت، ممكن يكون نفس الشكل اللي انتوا خدتوه في السبلاي ووتر سيستم، يعمل لكم نفس الشكل، هنتعامل معاه على انه درين ونعمل تصميم للدرين بتاعه وشكله عامل ازاي. ماشي شباب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عايز يسال في حاجه؟ تمام يا شباب، بالتوفيق يا باشمهندسين. سلام يا شباب. شكرا جدا لحضرتك. لا